شهدت العاصمة الأوكرانية كييف عرضاً تاريخياً لإديهنا ابنة آنا ياروسلافنا في إطار مشروع وزارة الخارجية الأوكرانية المعروف في الهواء الطلق 2018. العروض في الهواء الطلق أصبحت تقليداً لدى وزارة الخارجية الأوكرانية، حيث يزورها الأوكرانيون وممثلو الدول الأخرى. هذا النشاط أطلق منذ 4 سنوات وخصص حينها للمعتقلين السياسيين الذين تحتجزهم روسيا بشكل غير قانوني. أنا سعيد جدا لأن لدينا فرصة لإضافة اسم إديهنا، إحدى الأوكرانيات المتميزات، وإظهارها من خلال منشور القوة الروحية والرغبة في التحكم بالمصير الذاتي وتحطيم الصورة النمطية النسائية التقليدية المتداولة عن العصور الوسطى في أوروبا، لذلك يعبر موضوع المساواة بين الجنسين كخيط أحمر في عرضنا. هذه أمور تاريخية معرفية ودولية، يجب أن نفهم أنه لدى أوكرانيا علاقات أوثق مع أوروبا الغربية أكثر مما يبدو، ومن المهم مواصلة تطوير هذا المجال التاريخي. إذن العديد من الأميرات والأمراء وحتى العائلات من الجانب الأوكراني، وهذا في الواقع مهم جداً.